أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الحالمة، والتي نستعرض فيها عددا من الموضوعات التي تهم الشارع في تعز، نبحثها مع المسؤولين والمعنيين وصولا إلى إجابات بشأنها. تجوالنا يتواصل في الريف والحضر، وهذه المرة سنتعرف على مساحات مفتوحة تستغلها الأسر للتفسح والتنفيس عن طريق الحصار، كما ستكون لنا وقفة مع إبداعات طلاب في الهندسة من خلال ابتكار كف اصطناعي سيساعد في حال تطويره مبتوري الأطراف من ضحايا الحرب، فكونوا معنا. تشاهدون في هذه الحلقة: كأول برنامج تخصصي لمواجهة الوبائيات، المختبر المركزي بتعز وجامعة الحديدة يدشنان مساق الماجستير في مكافحة العدوى. أرض مفتوحة في فضاء جامعة تعز تتحول إلى متنفس لسكان المدينة، والزوار نعيش الحياة رغم ضغوط الحصار. الكف الاصطناعي جديد ابتكارات مبدعي الهندسة لمساعدة مبتوري الأطراف من ضحايا الحرب. مشاهدينا، تسجل تعز سنويا مئات الوفيات وآلاف الإصابات جراء انتشار العديد من الأمراض الوبائية والحميات الفيروسية التي تبدأ بالملاريا وحمى الظنك وصولا إلى كوفيد-19. ونظرا لهذا الثمن الباهظ الذي تدفعه تعز وغيرها من المحافظات من أرواح الأبرياء مع متتاليات الوبائيات المتفشية، فقد اتجه القطاع الصحي بالمحافظة إلى عقد شراكة مع جامعة الحديدة تكللت بتدشين مساق الماجستير، البرنامج الذي يهدف إلى مكافحة العدوى من خلال التأهيل العلمي لخريجي بكالوريوس مختبرات عامة. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بتعز، المرفق الحكومي المخصص لفحوصات الوباء المستجد والأوبئة المنتشرة، والمخول بإعطاء نتائج الاختبارات للعديد من الأمراض والحميات مثل الملاريا وحمى الظنك وغرب النيل وصولا إلى كوفيد-19. وكاستجابة للحاجة المتزايدة لمواجهة خطر هذه الأوبئة، وفي خطوات تعتمد المسار العلمي، أطلق المركز الوطني للمختبرات بالشراكة مع مركز الدراسات العليا بجامعة الحديدة برنامج الماجستير في مكافحة العدوى. البرنامج هذا هو طبعاً جاءت البيئة للحاجة الملحة المتمثلة في انتشار الأوبئة والمتعددة، منها الملاريا، منها الكرفس، منها الآن كورونا. مهما كانت الأحداث والأوضاع الجدد، إلا أن ترى الجامعات هي من تتقدم المسيرات التنموية والعلمية. فمثل هذا اليوم أن تأتي جامعة الحديدة بكوكبة من الأطباء والاستشاريين والأخصائيين، وعلى رأسهم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن المطري، لتضع لها بصمة في محافظة تعز وبالذات في الجانب الصحي الذي نحن في أمس الحاجة إلى رفع مستوى الأداء فيه. يؤكد مسؤولو قطاع الصحة في تعز أهمية افتتاح هذه المساقات في الدراسات العليا للحاصلين على البكالوريوس في المختبرات، وهي البرامج التي تتأتى في وقت والبلاد بحاجة ماسة إلى كوادر مؤهلة لمواجهة موجات متتالية من جوائح وبائيات، لافتين في ذات السياق إلى ميزة هذا المساق العلمي الذي أتت انطلاقته من داخل واحد من أهم المرافق الصحية بالمحافظة. هذه الأوبئة إذا لم تواجه
وتجابة بمكافحة العدوى بانتقال هذه قد تؤدي إلى كارثة حتى في القطاع الصحي. لذلك يأتي برنامج مكافحة الحلوى انطلاقا من المرافق الصحية منتقل إلى المجتمع حتى نقلل من نسبة العدوى بين أفراد المجتمع. برنامج الماجستير هو برنامج مهني لا أكاديمي، وبالتالي مساق الدراسة هي 4 كورسات سنتين. هناك كادر تدريسي مؤهل ومستشارين، ولم تكتفي جامعة الحديدة بأن تكون الكوادر كلها من جامعة الحديدة، بل على أنها استعانت بكوادر جامعة صنعاء وكوادر جامعة تعز. تسهم الحرب المتواصلة في البلاد بظهور العديد من الأمراض والحميات الفيروسية المتفشية، ومع كل ذلك تظهر الحاجة الماسة في قطاع الصحة لكوادر مؤهلة تتعامل مع هذه الأمراض، إن على صعيد المواجهة للحد من الانتشار أو عبر الوقاية واتخاذ تدابير الحماية للتقليل من مخاطر العدوى، الأمر الذي حفز عددا من الطلاب والطالبات الحاصلين على بكالوريوس مختبرات للالتحاق بهذا البرنامج الأول من نوعه. فلازم يكون بالمحافظة أو باليمن بشكل عام كادر متخصص يحمي البلاد من هذه الأوبئة وفق قوانين ووفق نظام دقيق. إعداد آلية وبرنامج مكافحة العدوى للحد من ارتفاع نسبة المرضى ونسبة الانتشار للوباء الأوبئة، أيضا معرفة القواعد الأساسية والمهمة في آلية المكافحة للانتشار والحد منها، ثانيا وهي الأهم معرفة آلية حماية المستفيد أو حماية المريض ومرافق المريض أثناء زيارة المستشفى. وتحظى التخصصات العلمية في علم الجراثيم والميكروبات باهتمام دول العالم، على أن المختبرات إحدى ركائز التشخيص لمعرفة أنواع المرض والفيروسات، وبالتالي تحديد وسائل مواجهتها بعيداً عن العشوائية والارتجال. ولمناقشة هذا الموضوع وما يمكن أن يفيد به في ظل انتشار الأمراض الفيروسية، يسعدنا أن نستضيف معنا الدكتور أحمد منصور مدير عام المختبر المركزي بتعز. أهلا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا. على ماذا تعولون في المختبر المركزي وفي صحة تعز عموما من هذا المساق ماجستير للمختبرات في مكافحة العدوى والأوبئة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج مكافحة العدوى ومحاربتها ومحاصرتها هو من اختصاص المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة. هذا البرنامج كمساق ماجستير هو أساسا يوضع في أساس جامعات متخصصة. الجامعات اليمنية كل الجامعات مؤهلة للبدء بهذا البرنامج. كان التجاوب الكثير من جامعة الحديدة في إنشاء هذا المساق في الدراسات العليا الخاصة بجامعة الحديدة. نحن كجهة شريكة تم التعاون والشراكة مع المختبر المركزي لتنفيذ هذا البرنامج، وسمي هذا البرنامج البرنامج الماجستير المهني في مكافحة العدوى. مدى هذا البرنامج سنتين. خلال هذه السنتين التي سيتلقى فيها المتدرب على كل الإمكانيات الخاصة بمكافحة العدوى، هناك قبول كبير من العاملين في القطاع الصحي في محافظة تعز للالتحاق بهذا البرنامج. إلى اليوم بلغ عدد الملتحقين 35 مشارك. نحن نعول تعويل كبير على هذا البرنامج، حيث أن تعز لا تمتلك أو أي محافظة أخرى برنامج
وطني لمكافحة العدوى. نعم نعم دكتور، التنسيق أشرت إلى أنه كان مع جامعة الحديدة، هل هذا البرنامج يوجد فقط في جامعة الحديدة؟ وكيف يمكن التنسيق مثلا مع جامعة لا تزال تخضع تحت سيطرة الميليشيا الإنقلابية؟ هذا البرنامج أو التنسيقات مع وزارة الصحة العامة والتعليم العالي، جامعة الحديدة هي مبادرة لعمل هذا البرنامج، هذا المساق وهذا البرنامج أول برنامج في اليمن. نعم. جامعة الحديدة هناك فرع لجامعة الحديدة في الخوخة. جامعة الحديدة تعمل كما كانت تعمل عندما كانت متوقفة محافظة تعز، جامعة محافظة تعز كانت متوقفة عن العمل، أنشئ في مدينة إب برنامج تكميلي للطلاب الطب، وأنشئ هناك اللي هي كلية الطب، أنشئت هناك وبدأت تمارس العمل. نحن نعمل كجامعات كفريق عمل واحد. نعم. الهدف هو عمل برامج نخدم فيه كل المحافظات اليمنية، محافظتنا تعز، الحديدة، في أي محافظة. بالنسبة للمناطق المحررة أو المديريات المحافظة المحررة من محافظة الحديدة أقيم فيها فرع للجامعة ويقوم بتنفيذ هذه البرامج. إذن هل نستطيع القول بأن هذا البرنامج يأتي في سياق المعالجة الحميات المنتشرة أو استجابة لوضع عام تعيشه البلد تتفشى فيها هذه الحميات؟ الحميات هي محافظة الحديدة الأولى على رأس الأمراض الوبائية الحمية المنتشرة منذ زمن. تنتقل هذه الحميات نتيجة لانتقال الناس وتعايشهم في جميع المحافظات، انتقلت إلى محافظة تعز، أصبحت محافظة تعز هي المحافظة الثانية بانتشار كثير من الحميات التي لم تكن تتواجد في السابق. انتشار هذا المرض يجب علينا نحن نستغل هذه الحميات وانتشارها، ويكون لهذه الجامعات والمراكز المتخصصة مثل المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة الأساس في مكافحة هذه الأمراض وعمل البرامج أسوى بباقي دول العالم. هل تعاني تعز من نقص المتخصصين في هذا المجال، أقصد في مختبراتها؟ ليس في مختبراتها فقط، لا يوجد إدارة لمكافحة العدوى في أي مستشفى. قد توجد بعض البؤر لكنها غير مكتملة، نحن نريد إدارة متخصصة لمكافحة العدوى بشكل كامل في كل مستشفيات المحافظة، كإدارة عامة كما هي إدارة عامة في وزارة الصحة، لابد أن تكون إدارة عامة في مكتب الصحة في محافظة تعز وفي كل المستشفيات الحكومية والخاصة. عملية اختيار المتقدمين هل راعت معايير معينة سواء مهنية أو أكاديمية للملتحقين بهذا المجال؟ المعيار الأساسي هو كل شخص تخرج من الجامعة في المجال الطبي يقبل في هذا المساق. كل شخص يعمل ويحمل مؤهل بكالوريوس في الطب، في المختبرات، في الصيدلة، في الأشعة، في الأسنان، في الميكروبيولوجي، ويعمل في المستشفيات العامة والخاصة، هو المعني بهذا المساق والبرنامج الخاص بمكافحة العدوى. هذا البرنامج أو المساق هل يقبل من خارج محافظة عز أم أن الأولوية لطلاب خريجي الكالوريوس؟ يقبل هذا المساق وهذا البرنامج من كل المحافظات اليمنية. نحن نقوم بعمل مساق متميز وبرنامج متميز لمكافحة العدوى، ليس فقط في داخل المحافظة، قد المتدربين الآن يسافروا إلى خارج البلد يحملون هذه الشهادة، ممكن أن يستفيدوا منها ويفيدوا المجتمعات، لكن نحن نريد أن نؤسس برنامج خاص في محافظة تعز ويكافح هذه العدوى التي أصبحت تنتشر في أوساط المجتمع. دكتور، المأمول من هذا البرنامج أو المساق وكيف وجدتم إقبال الطلاب عليه؟ يعني فعلا كان الإقبال كبير، نحن كان العدد المحدد لنا هو من 25 إلى 30 كحد أعلى، لكن يبدو أن هناك إقبال أكبر، ممكن أن يكون بشكل دفعتين بنفس المساق حتى نستطيع أن نعطي هؤلاء المتقدمين حقهم في التدريب والمحاضرات والتدريب أيضا الحقلي في المستشفيات. التدريب هذا، هل فترة التدريب يعني كم ستستمر، وما الأنشطة التي سينفذها البرنامج خلال هذه الفترة؟ إحنا فترة المساق أو البرنامج كامل هي سنتين دراسية، يتخللها
الجانب العملي والجانب الحقلي خلال هذه أسبوعيا بمعدل أربع ساعات يوميا خلال يومين في الأسبوع فقط. معنا برنامج حقلي ممكن أن يتخلل هذا البرنامج التدريسي. نعم، إذن الدكتور أحمد منصور مدير عام المختبر المركزي بتعز، شكرا جزيلا ضيفنا في هذه الفقرة. شكرا، أهلا بك. مرحبا بكم من جديد. يجد الكثير من سكان تعز في المساحة الواسعة الخالية من العمران المحيطة بحرم جامعة تعز مكانا مناسبا للترويح على النفس، لا سيما مع الحصار المطبق على المدينة منذ سنوات، وتقبل الأسر برفقة صغارها على المكان لالتقاط الأنفاس في مكان مفتوح قل أن تجد له مثيلا في مدينة تفتقر للمتنفسات والمرافق الترفيهية. نتابع. بحثاً عن هدوء ينسيهم صخب الحياة وضوضاء المدينة اليومية، يلجأ هؤلاء إلى هذا الفضاء الواسع. أسر بكامل أفرادها صغار وكبار يقبلون على هذا المتنفس الطبيعي، وهو عبارة عن أرض مفتوحة تابعة لحرم جامعة تعز. إلى وقت قريب لم تكن هذه المساحة الخالية لتشهد مثل هذا التجمع للاصطياف والتنزه من سكان مدينة تعز، غير أن الحصار المتواصل الذي ضيق على الناس في معيشتهم وكدر حياتهم دفع الكثير للاستفادة من المتاح الممكن، فأقبلوا على هذا المكان المفتوح للترويح عن النفس والاستمتاع بالهواء الطلق. احنا محرومين من كل شيء، محرومين من الكهرباء، محرومين من الماء، محرومين علّك أن نأخذ نفس واحد بس في هذا المكان. نخرج لهذا المكان لأنه مكان وسيع وحلو جداً وجو راقي ومكان وسيع، يعني ما فيش غير هذه المنطقة اللي إحنا جالسين، إحنا مينا ما فيش إلا هذه الحاجة الوحيدة اللي نروح فيها. يقول زوار هذا المتنفس إنهم وجدوا في الأرض الخالية مكاناً مناسباً لقضاء بعض الوقت مع أسرهم والترويح على أطفالهم، ولعل قرب هذا المكان من أحياء المدينة السكنية هو ما يميزه عن غيره من المتنزهات الطبيعية التي يتطلب الوصول إليها كلفة مادية ليس بمقدور البعض عليها مع مثل هذه الظروف. ظل الحصار لكن لا يوجد مكان غير هذا المكان، أقرب لأبناء المدينة هذا المكان. الحديقة حديقة اللي بالنقطة الرابعة صغير، والضباب مسافة بعيد، فهنا أقرب. في فصل الصيف تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً نسبياً في تعز، غير أن المتفسحين يقتنصون فرصة اعتدال الأجواء في بعض الأيام مع وجود الغيوم، ويخرجون للعيش في مثل هذه الأجواء. يفتقر هذا المتنفس الذي يعتبر وليد اللحظة إلى أي مرافق خدمية تؤهله لأن يلعب دوراً في السياحة الداخلية، ومع ذلك يجد الصغار متعتهم في بعض ألعاب التسلية والترفيه
التي يستثمر فيها البعض بشكل بسيط ولمدة محددة. جينا نتفسح هنا نحن وصحباتي وامي وخوالاتي، لأن ما فيش أماكن كثيرة بتعز. يدعو الزوار الحكومة وسلطات تعز المحلية إلى الاهتمام بالمواطن والعمل من أجل تنفيس الضغوط عليه من خلال إقامة مشاريع للتفسح والتنزه. نرجو من الله ثم من الحكومة المفضلة في هذا البلد ينظروا إلى الناس هذا المتواجدين، يشوف لهم حل في حديقة زي هذه، أو يمسحوها ويكونوها إلى حديقة حتى أن الواحد يخرج هو وأهله. تمتلك تعز مقومات طبيعية تؤهلها لأن تكون واجهة جذب سياحي، غير أن غياب الاهتمام الرسمي في هذا الجانب يحول دون الاستفادة من هذه الميزة، ويحرم السكان من ممارسة حقهم في السياحة الداخلية. تمكنت مجموعة من طلاب الميكاترونيكس بكلية الهندسة جامعة تعز من تقديم نموذج ابتكاري يحاكي عمل الكف الاصطناعي، وبحسب المبتكرين فإن النموذج قابل للتطوير وقد جاء بدافع مساعدة مبتوري الأطراف من المتضررين من الحرب في اليمن. في هذه الفقرة سنسلط الضوء على هذا النموذج وصولا إلى معرفة آلية عمل هذا الابتكار وما يمكن أن يسهم به من مساعدة مبتوري الأطراف حال تطويره. تتحرك تلقائيا كما اليد الطبيعية، غير أنها مصنوعة من المواد المعدنية. الكف الاصطناعي أو ما يعرف بالبايونيك هاند جديد الابتكارات التي يقدمها طلاب قسم الميكاترونيكس بكلية الهندسة جامعة تعز. الابتكار قدم في الأساس كمشروع تخرج لمجموعة من الطلاب، غير أنه حمل في وجهه الآخر جانبا إنسانيا، حيث أكد المبتكرون أن الدافع وراء اتجاههم للعمل في هذا المشروع هو التطلع لإنهاء معاناة آلاف اليمنيين ووضع حد لأولئك الذين تضرروا بسبب الحرب، وبالأخص ممن فقدوا أطرافهم. وفقا لتقرير مكتب الصليب الأحمر في العام 2018 فإن وصل عدد مبتوري الأطراف إلى أكثر من 90,000. لذلك نحن بدورنا كمهندسين كان من الواجب علينا أن نجد تقنية تعالج هذه المشكلة، وهذه التقنية هي اليد الاصطناعية. السبب في اختيار هذا المشروع وهو بسبب الحرب الدائر في بلادنا منذ سنوات، فقد تضرر الكثير من الناس وأدى إلى بتر أطرافهم إما بسبب القذائف أو بسبب الألغام. يعمل هذا الكف الاصطناعي بآلية تركز في الأساس على التقاط إشارة الدماغ وتوجيهها لاسلكيا لتحريك الكف، غير أنه منذ الالتقاط وحتى ترجمتها عمليا على الكف لا بد من حدوث أمور أخرى. هذا الجهاز يلتقط إشارة الدماغ للأتنشان التركيز، ومن ثم وبعد ما يلتقط التركيز يعمل على تصفية هذه الإشارة ومعالجته، ومن ثم إرساله لاسلكيا إلى الميكرو كنترولر، وبذلك الميكرو كنترولر يقوم بمعالجة الإشارة ومن ثم تحريك اليد. يؤكد سامي أن الابتكار المقدم كمشروع تخرج هو ثمرة جهد جماعي بذله هو وزملائه تحت إشراف مباشر من أحد الكوادر التعليمية بالكلية. طبعاً هذا المشروع أنجزنا مع العديد من الزملاء المهندسين وبإشراف مباشر من نائب عميد كلية الهندسة ورئيس قسم الميكاترونيكس الدكتور أمين سيف.
إذا تم استغلال المشاريع هذه وتطويرها ممكن أنها تقدم خدمة مجتمعية بشكل جيد رغم الظروف اللي تعيشها البلد بشكل عام. إلا الطلاب عندنا إحنا كوكب من الطلاب ممتازين جدا وقدموا بحوث ومشاريع جدا جدا ممتازة. ظروف الحرب في تعز والقدرة المادية من العوائق التي حالت دون إنجاز ما يصبو إليه الطلاب في هذا المشروع ومحاكاة أخرى متقدمة في الحركة والسرعة، فالكف الاصطناعي الذي أراد طلابه هو ذاك القادر على التقاط المحسوس من الأشياء في المحيط إضافة إلى كل ما يقع في قبضته. المشروع هو في إطار مرحلة الأولى، واليد هي تعتبر بروتوتايب نموذج بسيط، يعني اعتقد لو كنا اخذنا يد افضل ممكن نلتقط الاشياء. تعرف وضع البلاد الان، معظم النفقات التشغيليه هذه توقفت قبل الدوله، قل الدعم الحكومي، وبالتالي اثر سلبا احيانا على المشاريع هذه على اساس انها تحول من مشاريع بحثيه الى مشاريع انتاجيه ومشاريع خدميه. ويتنافس طلاب كلية الهندسة بجامعة تعز في هذه المشاريع لنيل أعلى الدرجات في الجانب التطبيقي ضمن مشاريع التخرج من جهة، ولإثبات الجدارة والقدرة على المنافسة، وقد أصبح الطالب قاب قوسين أو أدنى من سوق العمل. لعلها الإنجازات التي تمثل بارقة أمل في عتمة الحرب. وبفقرتنا هذا نصل إياكم مشاهدين إلى ختام حلقتنا، لنا لقاء يتجدد معكم في حلقة الأسبوع المقبل. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله.